حدثينا وإذا ما تحدثنا عن 40 معرضا فنيا خلال سنتين اشتركت فيها وقمت بتنسيق معرض الابتكار الفني الدولي، حدثينا عن هذه التجربة. أهلا وسهلا بحضرتك. هو أنا علاء رفاعي، إعلامية وفنانة تشكيلية. في خلال حظر بطونة طبعا بدأت أن أنا أتوجه لموهبتي وهي صنع الإكسسوارات وعمل اللوحات. بدأت أن أنا أعمل تابلوهات وأعمل برضو إكسسوارات حريمي حولي يعني. بس واشتركت بقى من خلالها في 40 معرض في خلال سنتين، فترة طبعا قليلة طبعا بالنسبة للعدد بتاع المعارض اللي اشتركت فيها. وجات لي بعد كده بقى الفكرة ان انا اعمل معرض يبقى مختلف شوية عن المعارض الموجودة في الساحة الفنية في مصر. بدأت ان انا احط هدفي ان هو يبقى اسمه الابتكار زي ما موضح اسم المعرض. هدفي ان انا طبعا بدعم الشباب والاطفال اي حد عنده موهبة ان هو يستمر فيها. طبعا انا المعارض بتاعتي بعملها بيكون فيها ورش عمل مجانية. الورش دي بتعلم الفنان ان هو ياخد خبرات مختلفة، يعني لو مثلا فنان تشكيلي عادي بيعمل لوحات وتابلوهات، انا عملت ورشة عن خط العربي فبقى عنده خلفية ان هو ممكن يدخل الخط العربي في اللوحات بتاعته. مثلا عن الديكوباج برضو دخلت ان هو يبقى ممكن يستخدم حاجات بارزة. اتمنى فقط من الزميل المخرج والزملاء في الاستوديو عرض الورش التي يعني وانت تتحدثين عنها لعرض صورتي اذا سمحتم. تفضلي تمام، اكملي. ممكن هرسلها لحضرتك. نشاهدها الان. طيب هو وصلني وصل الحديث يعني عندما نتحدث ايضا استاذه الاء عن مجله الكترونيه خاصه بالفن التشكيلي، وهذه تعد اول مجله، يعني ماذا عنها؟ ايوه، هو موقع الكتروني انا اشتريته، موقع الكتروني دولي، بحيث ان انا انشر فيه اعمال الفنانين اللي هيشاركوا معايا والسيره الذاتيه بتاعتهم، بحيث ان المعرض ما يكونش مقتصر بس على ان هو فكره عرض وجمهور بس اللي بيحضر المعرض، لا يبقى الفكرة منتشرة أكتر، يبقى الفنان معروف مشهور، أعماله متداولة منتشرة. يعني بدي كل فنان حقه إن هو يبقى مشهور أكتر وشغله يتعرف أكتر ويبقى مميز في وسط الساحة الفنية.